موضوعنا اليوم بالسي سي ان اي بعد السمستر 1 راح نحكي اليوم عن ترانسبورت لاير. انهينا سابقا النتورك لاير والاي بي فيرجن 4 اي بي فيرجن 6، عملنا كونفيجريشن للراوتر، عملنا كونفيجريشن انترفيس بالراوتر والسكيورتي فيتشر. المفروض نكون متمكنين جدا بالمجال العملي والكوماند لاين للراوتر والسويتش، لانه بالايام الجاي لما فوت بسمستر 2 راح يكون شيء بديهي انه يكون هاي الاشياء اللي تعلمناها بديهيات بالنسبه لنا. حنصير نعمل كونفيجريشن لاشياء اكبر من هيك، يعني بالسويتشنج والراوتينج فيلانز وترانكس وفي تي بي عفوا دي تي بي، بروتوكولات عديده. لكن ما بده يكون عندنا المعيق لكم اللي هو عدم تمكنك من الكوماندز. اذا في نقاط ضعف بعدها ستيل موجوده عند اي حدا فيكم، يا ريت من اليوم يسالني خلال ما بعد الدوره يسالني نعالجها اول باول، لانه هاي الاساسيات خلص بدناش نضل معيقه لنا. المفروض اشتغلنا لابات، وفي ضمن النت اكاد ايضا يعني لابات عديده ممكن تشوفوها وتمارسوا اكثر. الترانسبورت لاير هو اللاير 4 بالكاو اس اي، وظيفته نقل البيانات، اسمه ترانسبورت الناقل، الدليفري الشاحن، ذاك اللاير 3. هون لما تحكي عن اللاير 4، باللاير 4 له عده وظائف كترانسبورت لاير. اولا يا جماعه هو اللي بيعطي، خلينا نحكي زي ما بنسميه، راح نحكي عنه كمان شوي، زي سوكت. يعني باللايرات السابقه 3 و2 كان من الادوار الرئيسيه اللي بيوفرها هذول التو لايرز 3 و2 الفيزيكال والنتورك الادريسنج للبوينتس للنوت. اوكي، يعني اللاير 3 بيعطي لوجيكال ادرس واللاير 2 فيزيكال ادرس، لكن قد يكون على هذه النود اكثر من ابلكيشن يعمل بارسال او استقبال البيانات. فلما توصل مثلا داتا يونت لهذا الجهاز لازم يكون في شيء يوجه داخل الجهاز لاي ابلكيشن سيعالج هذه الداتا. تمام، هذا بنحكي هون على البورت نمبر. اوكي، يعني فدوره مثلا بترانسبورت يعمل انتر هوست كوميونيكيشن، يعمل كوميونيكيشن من داخل الهوست اي الى داخل الهوست بي. لمين راح يكون هذا؟ مين معني بهذا بهذا اليونت من الداتا او هذا الستريم من الداتا؟ هو الترانسبورت لاير من خلال فكره البورت نمبر. فهو بيعمل لوجيكال كوميونيكيشن، لوجيكال كوميونيكيشن، الكوميونيكيشن بين اي وبي ظاهر، لكن الكوميونيكيشن من داخل اي، من وين جاي الداتا من اي ابلكيشن الى الكوميونيكيشن رايح لبي داخل بي وين راح يروح، كانه فتح خط اتصال من داخل الجهاز الى داخل الجهاز، من داخل المرسل الى المستقبل او بين الطرفين، لانه الستريم بيكون بين طرفين. ف اي وبي التخاطب بينهم كأنه بيحكي هون هاي النقطة، هذا الحوار هيك تم إلى الداخل، ها خلينا نعطي إلى الداخل. أوكي، وكأنه ممكن يكون في ستريم ثاني من الجهاز نفسه A إلى أيضا B. طب كيف ميزوا؟ أكيد ميزنا بين A و B من خلال الأدرسز، لكن كيف ميزنا أنه مصدر الداتا والديستينيشن للداتا داخل كل جهاز؟ من خلال البورت نمبر. فهذا الترانسبورت يوفر لوجيكال كوميونيكيشن او لوجيكال لينك، لوجيكال لينك بين الابلكيشنز داخل الهوست. تمام، اوكي. الترانسبورت بوفر نقل بيانات ب تو ميكانيزمز، واحد منهم ريلايبل والثاني عكسه ان ريلايبل. فكره الريلايبيليتي انه نقل البيانات موثوق، يعني ضمان استلام البيانات من الطرف الاخر تكون بيانات سليمة. وهون نحكي عن بروتوكول اسمه Transmission Control Protocol TCP، وبروتوكول نقيضه اللي هو UDP Unreliable اللي هو User Datagram Protocol. الفكرة هون برضو بالترانسبورت انه هو تجرد من معرفة الباث. وجود الترانسبورت لاير اتاح خط نقل بيانات لأبليكيشنز بين طرفين او بين اطراف، ومش معني وغير معني
بالباث راح تمشي فيه البيانات. هم مسمين زي كانوا ابستراكشن، جردوا من المعرفه يا ترانسبورت، خلاص ما لك علاقه، انت هاي جزئيتك. الباث والسلوك راح تسلك الداتا من اي الى بي، ما لك فيه، هذا وظيفه لاير اخر. ف وما لك علاقه بنوع الميديا، راح تمشي هاي الداتا على فايبر، على كيبل وايرلس، فنحكي وايرلس او كيبل يو تي بي، ما لك بهذا الموضوع. بالميديا انت غير معني فيها. فهذا شيء مهم يعني، جيد جدا بسهوله انه انا اتيح نقل بيانات جماعه بين عدد ابلكيشن وعدد سيرفيسز. يعني ممكن يكون شغال تلنت و HTTP و FTP من نفس الهوست على الهوست الاخر بنفس الوقت فالترانسبورت بيقوم بيؤدي ادوار، منها انه تراكنج الكونفرزيشن بين الاطراف، الحوار مثلا بالتي سي بي، راح نشوف كمان شوي انه في ايش نسميه بروجرس للكوميونيكيشن. يعني مثلا هاي ارساليه رقم 1 2، هاي ارساليه رقم 3 4 5، ففي تقدم. فالترانسبورت لاير بيعمل متابعه لهذا التقدم. يعني وصلت عند ارساليه رقم 30 بينك وبين بي لهذا الابلكيشن، خلاص ما في داعي، مش راح نرجع لارساليه رقم 1 2. احنا وصلنا خلاص، بنين وصلنا لهذا المرحله من نقل البيانات. الترانسبورت بيعمل كمان سيجمنتيشن للداتا، لانه ممكن الداتا تكون كبيره جدا 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 وصعب ارسالها مره واحده هيك بارساليه واحده. فالترانسبورت بيعمل هاي الداتا اللي جاي مثلا من اف تي بي ابلكيشن، اوكي، لما تنزل على الترانسبورت هاي الداتا الكبيره جدا، هاي الداتا الكبيره جدا جدا جدا، بيعملها سيجمنتس، اجزاء، سيجمنتيشن. وهذا السيجمنتيشن راح ترسل كل ارساليه، طبعا كل ارساليه راح تنحط عليه هيدر لاير 3 وهيدر لاير 2 وتريلر لاير 2، ثم تنطلق من الجهاز. ونفس الشيء هاي اليونت السيجمنت الثاني بتكبسل وبك لاير 3 ولاير 2 ينطلق، اوكي تمام. فالسيجمنتيشن مثلا انا بي سي بدي ابعث، او عندي ابلكيشن، خلينا نحكي بي سي عندي ابلكيشن مثلا، بدي ابعث داتا، يخزن داتا على مثلا داتابيس سيرفر، او مثلا انا سيرفر اي بدي ابعث داتا باتجاه سيرفر بي اللي هو الداتابيس، وهي الداتا كبيره جدا، ممكن ما اضطر ارسلها بنفس مره واحده، بدي اعملها سيجمنتيشن، وكل سيجمنت بدي كبسل لاير 3 ولاير 2 وينطلق باتجاه الديستنيشن. وعند المستقبل بدي اعمل تركيب للسيجمنت يرجع الداتا الاصليه. الشيء الممتاز جدا واللي بيعمله الترانسبورت اللي هي شيء بنسميه مالتيبلكسنج. تخيل مثلا انا عندي ابلكيشن يعمل اوفر تي سي بي او يو دي بي، بغض النظر تي سي بي او يو دي بي، وهذا بعث وفي داتا، هاي الداتا كاف تي بي، وفي ايضا على نفس الجهاز في خدمه ثانيه تحت الايميل اللي هي الاس ام تي بي، نعطيها لون ثاني مثلا هيك، ترسل بيانات. تكون ترانسبورت لاير بيعمل سيجمنتيشن للبيانات. المالتيبلكسنج فكرة رائعة جدا. كيف؟ شو الرائع جدا؟ بحكي لك تخيل، شوفوا لو نقارن هذا النقل البيانات بمنظومة تليفونات ناقل البيانات، تليفون أرضي، شو بنقل بيانات؟ صوتنا بيانات، لكن سيستم ثاني مختلف تماما عن اللي بنحكي عنه، عن شبكات. لكن لو بدي أرفع على التليفون، يتخيل بدي أعمل مكالمتين أنا، بيزبط؟ لا، بدك تنهي المكالمة الأولى ثم تعمل المكالمة الثانية، تمام؟ ما في مجال للمالتيبلكسنج، للتداخل. طب لو بنينا نتورك، لو اجينا نبني داتا نتورك بنفس هذه الصفه الموجوده بالتليفونات، انا عندي بي سي بدي احكي مكالمتين او بده يشتغل تو ابلكيشن، بده يرسل تو داتا، مثلا خدمه الاف تي بي وخدمه الايميل. الايميل بده يرسل داتا والاف تي بي بده يرسل داتا. استنى يا مين اول؟ اف تي بي، تعال تفضل، يلا بلش ارسل البيانات تاعتك. لما تخلص اف تي بي بيجي دورك يا اس ام تي بي ترسل. يعني كانه هذا خطا، مش هيك، كانه
يعني لازم اذا بدي اشغل ارسل ايميل مثلا او بدي افتح ويب سايت ما دام في خدمه شاغل الخط لا يمكن بدك تستنى يا بيج تاعت الويب اللي بدي استنى ينتظر لما تنهي الخدمه الشغاله حي نقل الملفات على الاف تي بي تنهي امرها بيجي خدمه التصفح. طب بدك اعمل كمان شغله اخرى بدك تسمع شيء اونلاين مثلا من خلال ويندوز ميديا بلاير استنى لانه شغال مع المتصفح لازم لما يخلص بيجي دورك. تخيلوا كان هيك الوضع اكون نظام عقيم يعني او هذه منظومه عقيمه لكن لا هي ترانسبورت. شوفوا مين طب اوكي فكره مالتي بليكسنج يمكن تداخل يمكن تداخل نقل البيانات من عده ابلكيشنز مين بيعملها الترانسبورت الترانسبورت خلال سيجمنتيشن ممكن انا ارسل يعني هيك هاي هيك واجيب واحده سوداء مثلا خلينا نحكي من الاذر ابلكيشن حاليا كمان واحده اوكي يعني ارسلت ارساليه من التطبيق الاول ارساليتين من التطبيق الثاني خمس ارساليات من التطبيق الثالث ضمن نفس الزمن بالمايكرو سكند او بالملي سكند يعني نو ديلي باعتبار. فهيك انا بخدم الخدمات كامله بخدم كل الابلكيشنز والتطبيقات كامله مش راح تتعطل. فهي شيء ممتاز جدا عشان هيك احنا بنكون فاتحين هنا انا ببث اونلاين وممكن لو اتصفح بالبراوزنج وارسل واستقبل ايميل واعمل كثير حركات وكذا بروسيسر تكون شغاله نفس الوقت مسميها مالتي بلكسنج مالتي بروسيسنج السي بي يو بدون نتورك لا السي بي يو بدون نتورك بيشتغل على ما في نتورك تجيب جهاز مش موصول على النتورك شغل اكسل وشغل وورد وشغل بينت وشغل اوديو وشغل فيديو وشغل كل اشياء شغل لك يوم بيعالج لك هالبروسيسر كل هاي التطبيقات اللي مش شغال على النتورك شغل تطبيقات عاديه هذا هون مالتي ثريدنج كبروسيسر. لا احنا بنحكي عن نقل البيانات خروجها من نتورك كارد ما في والله الخط محجوز لنقل الملفات لا ما في هيك. فهو بنحكي عن فكره المالتي بلكسنج اللي بيوفرها الترانسبورت لاير. ترانسبورت ايضا بيضيف هيدر زي ما حكينا الهيدر يناسب نوع البروتوكول اللي هو TCP أو UDP. نروح للبروتوكول الأول اللي هو TCP Transmission Control Protocol. حكينا نقل البيانات إما Reliable أو Unreliable إما عن طريق TCP أو UDP. ومين أفضل TCP ولا UDP؟ TCP حسب الحاجة. حسب الحاجة ولا TCP؟ طب ليش ما دام TCP ليش بدنا يد UDP موجود؟ هيك اللوجيك دائما الحياة لوجيك. طب TCP أفضل شيء. طب ليش جاي UDP؟ مع السلامة روح استغنينا عن خدماتك. لا 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 أبدا أبدا والله لا أقنعك ولا أخليك يعني زعلان. هاي بنفتح وير شارك. تعرفوا وير شارك حكينا عنه زمان. انا بدي اذكركم فيه برضه الوير شارك حكينا عنه زمان يا جماعه ولا ما حكينا؟ انا ما تذكرش انه حكينا او بدنا نحكي عنه حكينا عنه اني واي في الدور الثاني تحكي ما انا والله بتخربط فعليا والله بخربط الدور الثاني ايام يعني ما بحب يعني فعلا انا هاي النقطه ما انا ما بحب اضل اعيد شيء بتمله يعني فهمتوا علي شو الفكره يعني فايام بكون مقدم مواضيع يعني. عشان متطرق لها فبتخربط انه حكيت لهي المجموعه ولا المجموعه الثانيه وفي طبعا في مجموعه ثالثه ورابعه يعني بس مين اللي انتم مين لانه ماشيين ستيب باي ستيب ان فيز انتم وياهم فبتخربط مين شرحت لمين. انا وير شارك برنامج جماعه مهم جدا وير شارك واصلا راح نتطرق له لما اجي احكي يعني كنت جاي علينا يا يعني لو حكينا او ما حكينا عنه سابقا راح يجينا بموضوع السيرفيسز لما اوريك ال HTTP واحكي عن ال FTP اوريك اياه من خلال وير شارك. وير شارك برنامج اوبن سورس مش يعني مش لايسنس مسميه يصنف انه باكيت كابتشرينج بيمسك الباكيتس اوكي اي باكيت انا وين شغلته على جهازي اللي دخلت او طلعت من جهازك مش في باكيتس داتا بتيجي وبتطلع من الجهاز صح انت ما بتشوفها. هذا السنيفنج هذا البرنامج سنيفنج الداتا هاي وقرر بحكي لك استلمت باكيت طلعت باكيت اجت باكيت اوكي هاي
شوف هاي قاعد بيعمل كابتشرينج، بيعمل سنيفينجز للباكتس. تمام؟ طيب نعمل له ستوب، احكي له ستوب، هاي هون ستوب. اوكي بالواير شارك يو كان فلتر. طب انا مثلا بجوز ضمن 15 ثانيه مسكت اراوند الكم باكت. هاي شوفوا هذا العدد هون، هذا العدد، هذا بيحكي هذا العدد. انا مش مشير للشباب انساهم. اوكي العدد الموجود هاي الباكت رقم 10352. الزمن ماسك هاي الباكت عند الثانية 13.74 كذا 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 من تشغيل البرنامج، من يوم ما بلشت أعمل كابتشرينج. هاي الباكت عند الزمن زيرو، أول واحدة، أول واحدة عند الزمن زيرو. أوكي تمام. هذا الإطار، هذا البين يعرض لك ملخص الباكتس الكابتشرد الممسوكين أو أوكي تم التقاطهم. بيحكي لي هون هاي الباكت سورس، ها هيو، وهذا ديستنيشن. تمام، ونوعها تي سي بي. قد يكون في باكيتس مثلا لو شفنا نوعه يو دي بي، اي يو دي بي راحت هي هي تحت تحت، باكيت اخرى نوعها يو دي بي. اوكي جاي من هذا السورس الى هذا الديستنيشن. تفاصيل هاي الباكيت هي هون، هي هون الباكت مقروءة بالديسيمال بالهكسا ديسيمال، هي هون. طيب خلينا نروح مثلا ل نختار باكت، هاي الباكت. اوكي شوفوا هون او الداتا يونت، يعني ما مقصود الباكت كلاير 3، بقصد الداتا يونت اللي عليها غلاف لاير 2، وهي الديستنيشن. الديستنيشن ادرس ماك ادرس اف سي اف بي اف بي اي بي دي 2 سي 1، وهي سيسكو ديفايس لانه هذا الرقم يدل مثلا على سيسكو. هذول المانيفاكتشرر ذاكرين اللي حكينا عن ماك ادرس، في رقم يدل على المانيفاكتشرر اول 3 بايت. والسورس ادرس، هاي السورس ادرس، وهذا اصلا جيتوي، هذا اصلا باكيت جيتوي، هذا السيسكو فاير وول اي ثينك او سيسكو سويتش عندنا، لاير 3 سويتش عندنا، هاي الباكيت رايحه له. وفعليا لانه انا بنتورك، هاي الباكيت انا بنتورك، انا هاي السورس وهذا الديستنيشن، انا بنتورك والديستنيشن بنتورك ثانيه. السورس ديستنيشن ماك ادرس بده يكون الجيتوي، صح؟ هذا شيء هينا شاهدناه، هينا من عينه. حلو خلصنا اللاير، لا خلينا في انذر فيلد باللاير 2 اللي هي التايب، بيحكي لي انه ما داخل هاي الباكت، ما داخل عفوا هذا الفريم لاير 4 باكت. اوكي جود، نسكر اللاير 2 ونفتح اللاير 3. في سهم، هذا السهم هيو كليك بيفتح معك. الفيرجن نراجع، شفتوا كيف نراجع اللي حكيناه بهيدر اللاير 4؟ الفيرجن من 4 بيتس، بيحكي لي انه فيرجن 4 الهيدر لينث 5 بايت او عفوا 20 بايت، 20 بايت. دي اس الديفرنشيتد، دي اس الديفرنشيتد سيرفيس فيلد، الدي اس اللي هي باي ديفولت 0 اللي تبع الكواليتي اوف سيرفيس. التوتال لينث هاي الباك هيدر الباكيت والهيدر والباكت 141 بايت، كل اليونت هاي 141 بايت. رقم الباكت هيو بالهكسا ديسيمال و 39555 بالديسيمال. الفلاجز هذول تاع الخاصين بالفراجمنتيشن، ثلاث فلاجز، واحده ريزيرف نوت يوزد، واحده دونت فراجمنت بنسميها دي اف، واحده فراجمنت سيت اوكي بنسميها او مور فراجمنت سيت MF، وهي الأوفسيت تاعت الفراجمنت، وهي TTL
اوكي، وهذا ما داخل باكيت بيحكي لي انها يو دي بي من خلال رقم 17 هي البروتوكول فيلد. اللي مذاكر ودارس الهيدر باكيت اموره هاي يكون امور سهله ماشي فيها امور تمام. السورس اي بي والديستنيشن اي بي جود. طيب بنروح لللاير 4 هيدر، نحكي عن يو دي بي. هاي اليو دي بي راح نحكي كمان شوي عن موضوع اللاير 4 هيدر، السورس بورت والديستنيشن بورت وعنده لينث وتشيكسم. سورس بورت ديستنيشن بورت لينث وتشيكسم. حكينا من شوي عن البورت نمبر. انا ك يعني انا هذا المرسل والله حاب اشرح لكم كل الماده هون بجوز يعني احسن من سلايدات، بجوز تستوعبوها ويكون اقرب لكم احسن من سلايدات. اذا بتحبوا عادي بحكي كل شيء هون، ما وشو نسيت من السلايدات برجع لها. اوكي طيب خلص اتفقنا. طيب يا جماعه خلينا نحكي عن بند الموضوع البورت نمبر. حكينا اي جهاز بيرسل الجهاز الاخر بده يحط عناوينه على الداتا. لو مسكنا الداتا يونت هون مسكناها بنص الطريق بين الاي وبي، مفروض طالع عليها سورس ادريسز ماك وديستنيشن، صح؟ سورس ماك وسورس اي بي وديستنيشن ماك وديستنيشن اي بي، سواء لاير 3 ما بحكي عن ترتيب لكن عليها المعلومات. يس عليها هيها سورس وديستنيشن، سورس اي بي وديستنيشن. طيب وايضا عليها البورت نمبر للسورس وديستنيشن. من وين طلعت من اي بورت نمبر عند هذا الجهاز الى الاي بورت نمبر عند الجهاز الاخر؟ اوكي سواء كان تي سي بي او يو دي بي. احنا شايفين بحالتنا بين يو دي بي، اوريكم تي سي بي، نشوف باكيت تي سي بي. شو رقم الباكيت هاي؟ 8216 هاي تي سي بي. نشوف الهيدر تي سي بي. هيدر تي سي بي ايضا يوجد سورس بورت، لا عفوا فتحت الاي بي، سورس بورت نمبر. اوكي هيو والديستنيشن بورت نمبر. يعني سواء تي سي بي او يو دي بي لازم يكون البورت نمبر ليدل المستقبل على اي ابلكيشن راح يعالجه. طب شو بهمه بالسورس؟ لانه انا لما بدي ارد عليك راح توصل لك الداتا بتعرف برضه اي ابلكيشن عندك. تمام واضح النقطه هاي؟ طيب هل هيدر تي سي بي نفس هيدر اليو دي بي؟ لا، في اشياء جديده هون بالتي سي بي، سيكونس ومش سيكونس واكنولجمنت وفلاجز. ببدا ارجع سؤالك، مش ناسي سؤالك، مين احسن من الثاني بعد مش ناسي. واليو دي بي هيدرو لا مبسط بسيط. لو شفنا مره ثانيه سورس وديستنيشن، هاي الاشياء اللي بين اقواس مربعه شيلوها انسوها اعتبروها اوبشنز. بينما بالتي سي بي لا، سورس وديستنيشن، سيكونس نمبر، اكنولجمنت نمبر، هيدر لينث، فلاجز، ويندو سايز واشياء اخرى. لا والله اكبر. طب ليش؟ لانه صفات التي سي بي غير عن صفات اليو دي بي. مين احسن تي سي بي ولا يو دي بي؟ اللي بحقق، ايوه كل واحد له خصائص، اللي بحقق غايتنا. طب اوكي ممتاز. متى استخدم تي سي بي؟ متى استخدم اليو دي بي؟ إذا كان نقل البيانات يتطلب نقل بيانات ريلايبل، حيث لو صار فقدان بيانات معينة خلال النقل يتم استرجاعها وإعادة إرسالها، فبنروح تي سي بي إذا كان هيك التطبيق. أما إذا كان التطبيق لا، طبعا تطبيق تي سي بي هون بيسبب ديلي. تخيل أنا برسل إليك يا وسيم، ونفترض الارساليات، قلنا ارساليات سيجمنتس، عندي داتا بدي ارسل لك اياها، مجموعه من الارساليات، ونفترض كل سيجمنت عليها رقم 1 2 3 4 5 كتي سي بي. فارسلت لك رقم 1 2 3 4 وصلوك هذول، ثم انا ارسلت لك 5 ما وصلتك، و 6 بعثها وصلتك، فوصلك 1 2 3 4 6 كده. استنى ارسل 5، يعني بدي استنى بدي ارسل اعيد ارسال 5. استنى يا سبعة مش دورك، بدي أرسل 5. فهون في ديلي.
واذا بدي ارسل كمان مره يتكرر هاي العمليه بصير بدل ما يعني هاي النقل السيجمنت تحتاج وقت مثلا واحد ثانيه حيكون واحد ثانيه 0.1 تي سي بي لانه في اعاده ارسال. ولما ارسل لك رقم واحد تحكي لي وصلت، ارسل اثنين بحكي لك وصلت، تحكي لي وصلت، برسل لك ثلاثه تحكي لي وصلت، في تاخير. طب انا ارسلت لك ثمانيه ما اجاني تاكيد من وسيم، كده خلينا استنى شوي بلكي تاخر، هن صار في ديلي. هاي تي سي بي لانه ريلايبل ويستلزم يتطلب ضمان نقل بيانات بالاكنولجمنت. جود يو دي بي، تعال يا يو دي بي، قال لك لا انا ما عندي هيك ميكانيزم، انا مش ريلايبل، انا بنقل البيانات يعني بدون تحقيق هاي الغايه وما بعمل ديلي. هيك انا ما بعمل ديلي. طب يا يو دي بي، طب لو فقد الشيء، بقول لك التطبيق عنده مجال ينفقد شيء معين منه، في مجال لللوسس مش زي تطبيقات التي سي بي، لكن هاي التطبيقات اليو دي بي لا تحتمل التاخير. مثال عليها كلامي، انتوا اللي بتشاهدوا اونلاين كلامي كيف سامعينه؟ طلع داتا من عندي وتكبسلت كيو دي بي، وقد يكون فقد جزء من الداتا، حسيت فيه انه في كلمه ضاعت او جزء من كلمه ضاعت، اوكي، او قد يكون ضياع واحد البرنامج بعالجه زي الصوت مثلا. يا جماعه الصوت، خصائص الصوت، خلينا نحكي زي هيك، بدي ارسمها واعطيها سامبلز، بدي ارسمها بسامبلز، مثلا اخذ هاي السامبل بالاحمر وهي سامبل وسامبل ثاني هيك العمود الكبير هيك، وانا ضيقت حالي، لا خلينا نوسع اكثر. نعم بس اوكي، نفترض انها سامبلز، اخذت هاي سامبل وهي سامبل وهي سامبل وهذا العمود وهذا العمود، اوكي. لو شوف، لا خلينا نكمل هيك وكمل هيك. لو ضاعت هاي، انا ارسلت لك هاي العمده، كيف هاي العمده؟ بتسات، كل واحد مثلا 8 بت، كل عمود من 8 بت، 0001100 هذا العمود الاول، العمود الثاني اطول 110001 لو الورا اطول 111100 وهكذا. كل 8 بت عباره عن سامبل، عباره عن عمود. ها ضاعت العمود هذا كله، نفترض هذا ضاع، راح فقد، خلينا نمسحه، اللي وصلك هذا مفقود. فبتحكي اوكي اللي وصلني هيك، مستحيل مستحيل يكون هاي سامبل زيرو، هاي سامبل بهاي اللحظة لازم تجيني سامبل وضاعت، مستحيل تكون زيرو، راح تكون ما بين العمودين هذول، بين العمود اليمين وعمود الشمال بالنص، يعني هاي هون ارتفاع وهذا هون، هي بتكون اشي زي هيك هون. فالبرنامج زي الصوت، زي حالتنا بالبث الاونلاين، ممكن البرنامج يعالج الفقدان ما دام سامبل واحدة ضاعت، مش خمس ورا بعض، واحدة ضاعت بيقدر يعالجها، فبيعالج الفقدان قابل انه ينفقد. زاد اصلا احكي لك، حتى لو ما ضاعت هاي، هذا عبارة، هاي سامبل اللي ضاعت جزء من حرف مثلا هاي، هاي كلمة، ها لا تفكروا كلمة هاي طلعت برسالية واحدة، لا، الهاي طلعت بجزء سبع رساليات، عشر رساليات، يعني الاتش جزء من الها، ها الاتش بجزء طلعت فيها خمسة ارساليات، يعني لو ضاعت واحدة اذنك كان ريكوغنايز الضياع وتعود الضاع، ما يضيع شيء يعني باعتبار شيء يعني. فتطبيق زي هيك ريال تايم بروتوكول، او عفوا ريال تايم ابليكيشن، يلزم يو دي بي بروتوكول، ما بيتحمل الديلي، يعني الكلام اللي بحكي فيه حاليا مفروض الطرف الشابك معنا اونلاين يسمع، شيء يسمعه كمان نص ساعة يكون في ديلي. زاد في إشي مسميه جيتر يا جماعة، جيتر ديلي متغير، يعني الإرسالية الأولى هاي، خلينا نحكي هاي الإرسالية وصلت بعد عشر دقائق مثلا، اللي وراها وصلت بعد دقيقة، فالثاني قبل الأولى بتوصل، ورقم سبعة قبل رقم اثنين، وتخربط out of order. فبصير تسمع كلام متأتأ هيك، كيف لما تسمع انا مش فاهمك، صوتك بيقطع، مش ما بحكي على الموبايل، ممكن يكون بث موضوع، لكن كيف لما النتيجة تصير تأتأ، هاي بصير تقطيعات بالصوت، تأتأ هيك وهيك، بصير تسمع الصوت، بصير يسمع الكلام لانه اجى كلام غير مرتب،
اوكي اصلا انت اعمل مثلا بلاي لاوديو فايل ومثلا هذا الاوديو فايل من 5 سكند اعمله اسمه على 30 من 30 سكند 5 سكند اعمله على 30 سكند على 30 ثانيه مش هتفهم اه وحاول تحاول لو تقدر تقطع الشيء قبل شيء بصير ما بصير غير مفهوم فهذا نفس الشيء ما بتحمل ديلي ارساليات ارسلها مفروض ثانيه تاخذ 5 ثواني ما بتحمل ديلي تتوسع زائد بتحمل اللوسز وعنده قابليه مثلا بعض التطبيقات انها كابلكيشن تضيع المفروض فالريال مره ثانيه ريال تايم بروتوكول يستخدم يو دي بي وفعليا هاي الباكتس اللي انا مسكتهم لو بدي افلتر هون بالواير شارك بكتب هون بالفلتر فوق في فلتر اكتب له يو دي بي كل بس اظهر اليو دي بي مسجز بيظهر اليو دي بي مسجز هذا اليو دي بي حامل كلامي والسكرين شيرنج الاونلاين ميتنج يعني اوكي وشوفوا كل يعني بين الارساليه والثاني شوف هاي الارساليه كيو دي بي واللي وراها شوف فرق السكند يعني هذول زي بعض تقريبا نحكي عن بوينت 0.2 راوند بين اليو دي بي واليو دي بي اللي وراها 0.2 سكند يعني 220 عفوا 20 ملي سكند صح 0.2 سكند يعني 20 ملي سكند فكل هذا الصوت اصلا ما هي بحكي لك اياه كلمه هاي اخذت ثانيه لاحكيها لو ارسلت راح ترسل ب 20 ارساليه الهاي هاي الهاي اخذت ثانيه توزعت على 50 ارساليه عفوا على 50 ارساليه فلو ضاعت ارساليه عادي مين هاي يعني تخيل حرفين كم ارسلناهم التي سي بي ريلايبل نرجع تي سي بي شوف تي سي بي ريلايبل الريلايبل بروتوكول لانه عمليه ارسال البيانات في بيجي عليه اكنولجمنت لو ضاع شيء مفقود يعاد ارساله مره ثانيه عشان هيك يتطلب ايش سيكونس نمبر الارساليه رقم 1 ارساليه رقم 2 اليو دي بي ما في ريلايبيليتي وبالتالي ما في سيكونس نمبر عشان شفتوا فرق الهيدرز اوكي حلو طيب اذا انا ارسل اذا يتطلب وجود على هيدر تي سي بي سيكونس نمبر وهي سيكونس نمبر يا جماعه هي هون اعتبره هون رقم مثلا اعتبره الرقم 20 اعتبره هذا الرقم شايفه 20 لو شفت اشوف سيجمنت اللي وراها مثلا الرساله اللي وراها نفس الستريم نفس الستريم مثلا بكون السيكونس نمبر مثلا رقم 21 انا بس ببسط الافكار اوكي تمام طيب لو ضاعت هاي رقم 21 نفترض هذا نبسط الرقم نحطه 21 لو سيكونس نمبر هذا ال 21 ما وصل للطرف الاخر اوكي الطرف وصلوا رقم 22 الطرف الاخر بعدين وصلوا رقم 22 هذا مفقود بيحكي له acknowledgement 21 لو سمحت ارسل 21 كنت ما ارسل مش راح اقول له والله ارسلت لك اياه وتجادل هو ما في الجدال خلص فهم ايه انه 21 ما وصل فبعيد ارسال من عند 21 يعني لو كان واصله هون يعني لو كان موصل ل 25 لكن 21 مفقوده ببلش يعد من 20 وطالع من 21 وطالع بيرسل بعيد يرسل 21 و 22 و 23 و 24 وطالع طيب عيد بس انا مفروض انه بعت 20 بعت ما بعت 21 لا ممكن لا مو انا ما ليش ما بعت لا لا بنبصل بس ما بعت 21 ممكن. مش منطق هاي بس يلا بدي اروح معك اه ما بعت 21 بعت 22 بس اذا قال لي ارجع بعت لي مره ثانيه 21 برجع بعيد 21 و 22 اه بس انت سؤال السؤال الغلط سأل سؤال غلط مش ما بعث هو بعث بس ما وصل ما وصل مو مش منطق ما يبعث ليش ما بعث 21 هي يعني برجع بعيد 22 مرتين يس يس برجع بعيد من الاول يس
يعني ممكن لو استلمت انا اوريكم بجوز يكون في دبليكيتد، انا استلمت دبليكيتد لانه يس 21 ما وصلت، 20 وصلت، وصلني 22 و23 اوكي تمام. انا هون هذول ريسيبت اوكي، ريسيبت هذول 21 ما وصل بعث له اكنولجمنت، ارسل 21 راح يبعث 21 22 23 تمام. ليش نسوي لود على يس بسوي لود على النتورك ممتاز، ولود على الجهاز اللي لسه قلت معك، ومين اللي مين اللي مين اللي لود على النتورك. تخيل هذول جهاز A و B بينهم راوترات وسويتشات، شوف يعني تكرار ارسال، عشان هيك راح نحسن في بنحسن شيئا ما، راح نحسن شيئا ما من هذا الالجوريثم اعاده ارسال، شيء نسميه سلايدنج ويندو. بيجي خلي هذا البند بيجي كمان شوي حتى احكي لك وين المشكله. مش شرط من جزء، مش شرط من 21 جزء عيد من عند 16 عشان هيك طلعنا طلعت فكره السلايدنج ويندو. عفوا مش سلايدنج ويندو، عفوا غلط، سيلكتيف اكنولجمنت، اسف سيلكتيف اكنولجمنت اوكي تمام. اذا كونه ريلايبل، ولو فقد شيء بده يعيد طلبه، بدنا فيلد على ال TCP للسيكونس نمبر وفيلد للاكنولجمنت نمبر. هون حكى له هون مثلا والله وصل هيك، خلينا نحكي له وصل 23، خلينا الامور تمام ها تمام. طب الارساليات من A ل B بس؟ لا، ممكن من B ل A. This is a bi-directional يعني flow، يعني رايح جاي، A بيرسل ل B وممكن بي بيرسل لإيه. طيب التي سي بي اول واحد انه ريلايبل، هاي صفه. الصفه الثانيه كونكشن اورينتد، يتطلب انشاء خط اتصال بين الطرفين ثم السيرفيس ستعمل. يعني مثلا لو اجينا خدمه اسمها اف تي بي سيرفيس، ما حكينا عنها، بنحكي عنها لاحقا، هذه تعمل وفق تي سي بي. الاف تي بي ينقل ملفات، ما بيصير نقل لجزء من ملف الا ما الا بعد ان يتم اعداد الاتصال بين الطرفين. تي سي بي بيرن، كانه بيرن تليفون على الخط على الجهاز بي، بيرفع السماعه جهاز، هيك نتخيل، انا بحكي مش هيك فعليا، تخيلها لتوضيح الفكره، بيرفع سماعه التليفون، بيصير في قناه تليفون بين اي وبي، بيجي اخينا الاف تي بي بلش يحكي الداتا تاعته. هذا كونكشن اورينتد. كيف بتم؟ عن طريق الالجوريثم اسمه 3-way handshaking. 3-way handshaking كمان نقطة ثانية مهمة جدا، لو وصلت الداتا بطريقة مش in order، سمي out of order، ك TCP بإمكان معالجتها. بكان أنت رقم 26 وصلتي، أوكي صحيح توك وصلتي ب 26، يلا مكانك بين 25 و 4 بين 24 25 و 27. اما اليو دي بي زي ما حكينا، لو وصلت مخربطه خلص راحت عليك، تعملها بلاي يعني سواء صوت او غير الصوت، صوت فيديو اشياء ثانيه، اما انك ترضى فيها كيو دي بي بالتعامل معها وتعملها بلاي او تشتغل عليها زي ما وصلت، او قد يكون الابلكيشن نفسه عنده قدره انه يعيد ترتيبها. يكون مش دور اليو دي بي، مش دور اللاير 4، دور الابلكيشن لاير يعيد ترتيبها كيو دي بي. الكونكشن اورينتد بالثري واي هاند شيكينج موجوده بالتي سي بي، بينما اليو دي بي كونكشنلس. كونكشنلس لا 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 يلزم تهيئه الاتصال بين الطرفين. طب هيك تهيئه الاتصال، طب لو بدي احكي تليفون ما في تهيئة اتصال، بحكي لك لا، ومش اليو دي بي بهي الاتصال، الشخص نفسه بيرن على الشخص الاخر، بيرفع السماعه، صار هون في مكالمه فعليا
باليو دي بي بيشتغل، لكن مش اليو دي بي اللي هي الاتصال. اوكي، لو انا بدي ابث اونلاين كيف هي الاتصال؟ انا بلش البث واخر وطرف اخر شبك معي، هي الاتصال كاشخاص فتح السيشن، بس مش اليو دي بي اللي فتح السيشن. التي سي بي هو اللي هي الاتصال للسيرفس. التي سي بي مهم جدا زي ما حكينا، الاشياء اللي تتطلب انه الداتا تستلزم وصول الداتا كامله بنفس الترتيب، ما يكون في فقدان، زي الداتابيز، زي الويب سيرفيسز، زي الايميل سيرفيسز، زي بعض زي مثلا البروتوكولات الخاصه بالمانجمنت زي التلنت والاس اس اتش، بروتوكول خاص بنقل الفايلات الاف تي بي، لكن في بروتوكول اخر نقل الفايلات يو دي بي اوكي اللي اسمه تي اف تي بي. اليو دي بي يكون ستيتلس والتي سي بي ستيتفول، راح تبين معنا كمان شوي. تمام، خليها هي البند، بس ضروري المفهوم ستيتفول وستيتلس. اليو دي بي ستيتلس، تي سي بي ستيتفول. اوكي، لما اجي احكي عن ثري واي هاند شيكينج والتقدم الخطاب الحوار بين الطرفين، او لا خلينا نرجع الواير شارك. ليش خلينا نرجع الواير شارك، مبين كيف ستيتفول والستيتلس. اروح التي سي بي، هاي الارساليه، ثم او قبل هاي الارساليه كان واضح مثلا هون حكي نبسط الرقم، وهاي ارساليه حكينا رقم 21 ارسلت شيء وراها، ثم ارسل هاي الارساليه صار الرقم 22، كمان ارساليه صار رقم 23، ارساليه 24، كمان واحده. في تقدم بالعمل صح؟ فمثلا بعد مدة معينة يجيك إرسالية رقم واحد راح ترفضها، أو إرسالية رقم اثنين داخل هذا الستريم. أنا بحكي عن نفس الستريم اللي بين A و B، بين الابليكيشن جوا A وهذا الابليكيشن اللي جوا B، حاليا وصلوا عن 23، تيجي إرسالية رقم ثلاث مرفوضة. ليش؟ في unstateful، وصلنا مرحلة معينة ليش جاينا في خطأ، ما في شكل واحد بيحاول يبعث داتا ويدخل على الخط ستيتفول، يعني يتابع الحوار وين وصل. طبعا هيك ما كنا عند 23، رجعنا خطوه لورا عند 21 وعاد ارسالها. قلت اوه يمكن من العوده الخلف قليلا، بس مش من الاول، في مقدار معين. طب مين هو المقدار؟ كيف تحدد المقدار؟ خلينا فيه، مش موضوع. اذا في تقدم، في تقدم بالعمل، في تقدم بالخطاب، بالكونفرزيشن بين الطرفين. فستيتفول، وصلنا لهي المرحله عند 23، ممكن اقبل 18 ارسالي 19 18 وطالع، اما تحت 18 ما بقبل. كيف يو دي بي ما عنده هيك، ارسالي اجت اهلا وسهلا، وصلتي اهلا وسهلا تفضلي، جزء سريع غلط مش وقتها بخربطه، ما من اي ستيتفول. ستيتلس وستيتلس وستيتفول بينه كمان شوي موضوع الكونكشن اورينتد، الكونكشن اورينتد بين البروتوكولين. زي ما حكينا الـ UDP بالـ Real Time Protocols، مين زي الـ Voice Over IP، زي المكالمات الهاتفية، الهاتفية تحت الـ IP تليفون مش الأرضي أو الموبايل. بزنس عندك شركة بالشغلك تليفون IP، بتحكي مع زميلك IP، بتراك يكون UDP، هذا بنسميه Voice Over IP. بعض التطبيقات اللي ما بدها Request Replay، ما بدها افتح خط ويجاوبني، وانا كلاينت سيرفر انا اطلب شيء من السيرفر يجيبني سيرفر، بسميه ريكوست ريبلاي او ريكوست ريسبونس. هاي ميلي، اذا تطبيقات ما بدها شيء زي هيك يعني بنروح على اليو دي بي، ما بتطلب ريترانسميشن، او يعني اذا كان ريكوست ريبلاي ما بتطلب ريترانسميشن بنروح على اليو دي بي. هيدر التي سي بي، شوفوا كتنظيم ستراكتشرد هيك زي ما شفناه احنا بالواير شارك، بورت نمبر سورس من 16 بت يعني 2 بايتس، وايضا ديستنيشن بورت نمبر، فالرينج البورت من 0 اي سورس او ديستنيشن من 0 ل 65535 الرينج البورت نمبر، سواء تي سي بي او يو دي بي من 2 بايتس. سيكونس نمبر من 4 بايتس، اكنولجمنت نمبر من ايضا 4 بايتس، الهيدر لينث من 4 بيتس،
كم طول الهيدر؟ الهيدر باي ديفولت طوله 20 بايت، قد يكون عليه بعض الداتا الاوبشنز الاضافيه، ممكن يكون اكثر من هيك. في ريزيرفد بيتس 6 نوت يوزد، كانوا نوت يوزد بس يمكن في بيع مع منهم صار يوز منها سيلكتيف اكنولجمنت. اوكي، في ريزيرفد بيتس 6 نوت يوزد لما حطوا فور فيوتشر يوز يومها، لكن حاليا يستخدم جزء منها ومنها سيلكتيف اكنولجمنت. في 6 بت بسميها كود بيتس او الفلاجز. اوكي، دائما بحكي لجماعه السايبر سيكيورتي او السيكيورتي، بيكون شاطر سيكيورتي يجب انك تتعمق تتمكن تفهم بالتفصيل موضوع الهيدر لاي بروتوكول، اي بي هيدر واي بي 6 هيدر، اليو دي بي هيدر، التي سي بي هيدر، وراح اوريكم كمان شويه حالات ضروري ضروري جدا بالسكيورتي بالهيدرز. هاي الفلاجز الستة راح نحكي عنها كمان شوي. الويندو سايز من 2 بايت راح نحكي عنها بالفلو، فلو كنترول. تمام، التشيك سم للهيدر، تشيك سم من 2 بايت 2 بايتس، هل الهيدر سليم او لا او متغير. والايرجنت بيتس راح نحكي عنها، او الاير 16 بيتس او 2 بايت بسميها ايرجنت بوينتر. خليني اروح لما قبل ما اروح بس اكد على بعض المعلومات، انه المكونات الموجوده بالتي سي بي تحقق ريلايبيليتي، صح؟ لانه في سيكونس نمبر، في اكنولجمنت، متفقين؟ ريلايبيليتي موثوقيه نقل بيانات. بعثت لي وسيم رقم 21، طب ما وصلت رقم 21، طب شرفنا 21، اه مو في سيكونس نمبر عليها، طب ما وصلت، وصلني منك 22 و20، طب 21 ما وصلت، شو بدي احكي لك؟ عيد ارسالها، بحط لك هون 21. تمام، اذا هذول التو فيلز مهمين جدا لموضوع الريلايبيليتي، وان يكون لو وصلوا اوت اوف اوردر يمكن تجميع البيانات من خلال السيكونس نمبر الموجوده على البيانات المستلمه. في كمان فلو كنترول من خلال مين اللي نحكي عن الويندو. وفي هذول الاستابليشنج السيشن، هذول البتات مهمين جدا باستابليشنج السيشن. هذول البتات الفلاجز اللي هم الايرجنت فلاج، اكنولجمنت فلاج، بوش فلاج، ريست فلاج، ساين فلاج، فاينل فلاج. اوكي، طيب خلينا بس اقدم شيء بسيط قبل ما اروح نشرح هذول الفلاجز. TCP عبارة عن client server قبل يعني stream، يعني طالب ومطلوب، هذا الكلاينت والطرف الآخر بيكون بيأدي دور السيرفر. فبرأيكم مين بيبدأ الحوار؟ client. ما في سيرفر بيتبرع ويتفضل الكلاينت حاب أعطيك هاي الداتا، صح؟ أنا بطلب من الخادم أفتح مع خدمة معينة سيرفيس whatever، فهو يبدأ الحوار. طب بعثت له هاي الطلب، باكيت يعني فريم جواته باكيت، والباكيت جواته سيجمنت، تي سي بي، بدي هذا الابلكيشن يعمل تي سي بي. طيب التي سي بي هون يا جماعه بقول لك اوكي، انا حاط هون بالديستنيشن بورت نمبر مثلا 80، والبورت نمبر كونه كلاينت يا جماعه راندوم، للبورت نمبر للكلاينت دائما راندوم، الكلاينت بيختاره من عنده، حطه مثلا 10000 يعني 1 اوكي 80. طب قد يكون الخدمه موجوده، مش يعني شو يعني يا جماعه سيرفيس، في ابلكيشن، في سوفت وير شغال او سوفت ويرات شغاله او سيرفيس شغاله على سيرفر لتؤدي هاي الخدمه. قد يكون مش شغال البرنامج، جهاز شغال بس برنامج طافي، حد مسكره، اوكي يعني الخدمه غير موجوده. طب شو بده يعمل السيرفر للكلاينت؟ قاعد بيطلب خدمه غير موجوده، وقد تكون موجوده، ها خلينا نروح للخيار غير موجود، شو بده يعمل؟ يرد ولا ما يرد؟ يرد بس شوف، اذا ما رد خلينا نروح، اذا ما رد راح يضل الكلاينت يبعث يا سيرفر، شكله السيرفر مش سامعني يا سيرفر، بقول لي يعني تخيل السيرفر الكلاينت هلكني يعني ببعث طيب خدمه مش والله ما هي عندي، شو اعمل له؟ اروح لعنده احكي له ما عندي؟ فمزعج الموضوع، صح؟
ايوه شو بنحكي له نسينا المصطلح ضاعت اوكي فشو بنعمل لا لا تروح لعندي سيرفر بلغه انه الخدمه غير موجوده كيف بدي احكي له الخدمه غير موجوده لما ترسل ردك ما بحكي عن الباكت ولا الفريم كتي سي بي حط له ريست هاي الفلاج اللي هون هاي الفلاج هاي فلاج اسمها ريست حطها ون فلما يستلم اخينا هذا الرد بيقول اوكي ما في عنده خدمه خلص بيسكت حقنه عشان تطلع معي الكلمه حقنه ها عشان ما يصير حقنه انا برد عليه برد انه ريست اغلق الخط الخدمه غير موجوده تمام شفتوا ما احسن الفلاجز بالتي سي بي اللي بالتي سي بي جود طيب طب لو كان الخدمه موجوده بدي رد عليه رد اخر يوضح له فلاج معين يوضح له الخدمه موجوده تمام عشان هيك في مرحله تهيئه الاتصال في شيء اسمه ثري واي هاند شيكينج قبل يا خدمه قبل يا سيرفيس الاف تي بي او غيرها تعملي كونك شغالة وفق التي سي بي استنى شوي خلي التي سي بي يفتح خط مع الطرف الآخر قد يكون الطرف الآخر مش موجود أو قد يكون الأمور تمام لازم يهيئ الاتصال بين الطرفين أوكي ف الفلاجز شفنا الريست أوكي نروح كمان شوي على 3 way handshaking لكن لما نروح على 3 way handshaking خلينا نكون فاهمين الفلاجز الفلاجز هاي الريست عرفناها طيب الإرسالية هاي يبدو أنها أول إرسالية من الكلاينت للسيرفر كيف ستتضح للسيرفر أنها هاي أول إرسالية بتكون معمول ساين 1 أوكي مش بدي أفتح مع خط يا وسيم أوكي كيف بدي أوضح لك أوضح لك أنها هاي أول إرسالية بحط هذا الفلاج قيمة 1 ما بحكي عن ريسيت بحكي عن أذر فلاج اسمه ساين سينكرونايز أنه هذا 1 طيب هاي أول إرسالية بيكون معمول 1 اوكي الاكنولجمنت خلي الاكنولجمنت بلاش طيب ممكن فتحنا خط بلشنا نرسل البيانات انا البيانات اللي بدي ارسل لك اياها خلصت انت ممكن تستمر عندك الداتا تبعث لي اياها اوكي بس انا من عندي خلصت هاي اخر ارساليه يا وسيم في فلاج اسمه فاينل فين فاينل ما ضل عندي شيء مشكله انا لا انا بحكي عن حالي فبحط لك اياها لما ارسل لك هاي الداتا ولا تي سي بي سيجمنت بحكي لك هاي اخر ارساليه شو بحط الفلاج اللي اسمه فاينل بعمل 1 انه لاست داتا من طرفي اوكي بعملها 1 طيب لما ترد علي طب بدي اعرف انك سمعتني انه هاي اخر داتا ولا اوكي لما ترد علي بتحكي لي اكنولجمنت يس كلير تمام لايك يعني ها كيف بدك تحكي لي تمام عرفت انها اخر شيء تبعث لي اكنولجمنت يعني بعثت لك هاي الفاينل بعثت لك اكنولجمنت تمام هاي حكينا على الفاينل حكينا على السينك والاكنولجمنت والريست الاكنولجمنت بس بعثتها للفاينل لا خليها شوي مش للفاينل ولا الساين بس للساين الفاينل والفاينل آه. اللي هي لما بعت له الاولى هو بحكي له لانه بس بثري وي هاند شيكينج بتتم هاي المرحله انا كمان شوي بدي اشرح ثري وي هاند شيكينج كمان شوي بدي افرح نفرح ان شاء الله فيكم تكونوا يعني نتورك ادمنز كبار يعني نشرح ايش اسمه فور وي تيرمينيشن اوكي بالفاينل والاكنولجمنت بس انا قاعد بشرح دور الفلاجز طيب اذا عندي ظل تو فلاجز البوش والايرجنت بس بدي انوع سيره الاكنولجمنت ما تخربط بين الاكنولجمنت فيلد اللي من 32 بت والاكنولجمنت فلاج اللي هي 1 بت اوكي ما نخربط يا جماعه طيب الايرجنت قد يكون هذا الابلكيشن يرسل للطرف الاخر الابلكيشن للطرف الاخر ايرجنت داتا مثلا هون عندي يا جماعه مثلا الداتا المحموله مثلا 200 بايت
داتا، الداتا نفسها 200 بايت مثلا، 60 بايت منها مهمين ايرجنت ويعالجهم بتوب بريوريتي الابلكيشن ما ياخرهم. فبامكان احكي انها في احط الفلاج ست، هذا عمل الفلاج ايرجنت ست اوكي، حط هذا الفلاج ست، يعني هاي ارسالي راح لك يا وسيم معمول الايرجنت فلاج ست تمام. طب بس دير بالك يا وسيم مش كل ال 200 بايت 60 بايت تاليات، ففي هون بوينتر ايرجنت بوينتر تحكي اي داتا المهمه الايرجنت. انا عملت لك انها ايرجنت ويوجد داتا ايرجنت، حطيت لك داتا اللي من ست مثلا داتا من نحكي من من 100 ل 159 هي الايرجنت، البايتات ال 100 150 159 هي الايرجنت، فبحط لك بالبوينتر والفلاج الايرجنت انها في ايرجنت داتا عشان تعطيها اولويه. ظل علينا مين البوش. لو اجينا ارجعنا مثال البرينتر تبعث داتا، عفوا البي سي بتبعث ملف بي دي اف للبرينتر وعلى 10 ميجا الملف اللي فيه 10 صفحات مش هيطلع مره واحده، راح يطلع ارساليات صح. البرينتر ظل تستنى لما تيجي كل 10 صفحات لا، وكيف بدي احكي لها برسل 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 داتا تكون عندها وصلتها مجموعه من الداتا، وشو عرفها ان الداتا خلص هاي الداتا اللي وصلت يمكن العمل عليها جزء من الداتا، لكن يمكن العمل عليها لانه ممكن حجم البفر او الميمور عند البرينتر مش هالكبر 10 ميجا مثلا فايل تتحمله، فبتضطر تطبع اقساط. فانا ببعث ارساليه ارسال ارسال بحكي لها خلص يو كان دو يو كان بلاي يو كان دو برينتينج يا برينتر، مش شرط برينتر ممكن تكون انا بتخاطب داتابيس او اذر ابلكيشن، بحكي للطرف الاخر هاي هذه ليست كل الداتا لكن ما وصلك لحد الان يكفي للعمل عليه اوكي. هذا بنسميه من بعطيه بوش فلاب، عمل فلاج بوش بعمل له 1 انه ما وصلك لحد الان من هذا الاجزاء اللي وصلتك يو كان بلاي وذ ات. البوش بيعطي هو يعني بيفيد الريسيفر الريسيفنج ستيشن انه يبلش يشتغل على الداتا، وبيفيد السندر اصلا سندر عشان يحرر البفر. يعني انا في ميموري عشان هاي سيشن فاتحه في ميموري محجوزه عند الطرفين، انا فاتح معك يا داتابيز فاتح معك سيشن، فاكيد بحيز معين من الرام جيجا ميجا وات ايفر محجوز لهي السيشن، فانا قاعد برسل بيانات بحط بيانات بهاي الحيز من الميموري. لما اعمل بش بقول اوكي خلص يا بوش، يعني يا لما احط انا كمرسل عندي اعمل بوش فلاج 1 بحكي الميموري خلص حرر الميموري اللي عندك الداتا اللي كانت موجوده اللي عندك سابقا خلص خلصنا منها هذا الجزء خلص شيله من عندك، فضل الميموري الى الداتا الجايه الجديده بعد ما خلصت السيشن يعني اوكي. هاي الفلاجات مهم جدا يا جماعه الفلاجز، المنطق ان يكونوا هذول كلهم معمولين 1، كل فلاجز يكونوا معمولين 1 هالمنطق لا صح؟ راح تكون الاولى والاخيره يعني مفتح. الاولى والاخيره واكنولجمنت. طب كيف اولى واكنولجمنت بعد ما نحكيها هذه يعني بعد ما نفتح خط ولا فاينل وبوش؟ طب بوش هو انا وصلت من الداتا عشان اعملها بوش مش منطق اوكي. قد يكون مثلا الاكنولجمنت تيجي مع الساين اوكي ممكن يعني ممكن يعني ثنتين يكونوا اما كلهم يكونوا ون. بس الريست هي بتكون رد على اغلاق الخط على الساين بتكون يعني يس ريست او في سيشن يا جماعه في سيشن بين الطرفين شغاله سيشن ويب براوزر فاتح مع جوجل ويب براوزر قاعد بيجيك داتا من جوجل روح سكرت البراوزر اوكي بسميها انتربتها بال يعني كلوزنج للسيشن. فكيف بدي اعرف الجوجل انه سكر الخط؟ جهازك بيروح بودي ارساليه تي سي بي وعليها ريست 1 يغلق الخط يا جوجل خلاص بطلوا الجماعه. هو مش لانه الخدمه غير موجوده، الريست بسميها كلوزنج سيشن او انتربتبل انتربت كلوزنج اوكي.
مش اغلاق طبيعي زي ما راح نحكي بالفور وتيرمينيشن. اغلاق طبيعي لانه انتهت الحكايه بين الطرفين، انتهى البث من الطرفين. يو دي بي اوفر فيو، هاي الهيدر، سورس بورت، ديستنيشن بورت، لينث وتشيكسم. اوكي السيجمنت نسميها داتاجرام، ما في عليه لا اكنولجمنت ولا هي ريلايبل، وما في كونكشن اورينت، ما في فلاجز. انا هنا معتر. طب كيف الطرف الاول يرسل للطرف الثاني الابلكيشن الاول على الابلكيشن اي وبي، ارسل يو دي بي، اوكي هي يو دي بي، حط البورت نمبر 10001 والديستنيشن بورت نمبر اليو دي بي خلينا نحكيها 805. اوكي طب الطرف الثاني ما فيش سوفت وير شغال على هذا ال 805، شو يعمل؟ كيلو سكر. طب كده كيلو سكر روح، فيش فلاجز، شو بنعمل يا جماعه الاي سي ام بي؟ شو بنعمل؟ شو بيرسل؟ مش احنا بنعمل، مش انت يا ادم بتعمل البي سي او الاوبريتنج سيستم او الابلكيشن نفسه، يعني بيرد، مش انت يا بتدخل، بيرد ايش؟ اي سي ام بي اللي هي السيرفيس ديستنيشن، اول النوع اللي اسمه ديستنيشن انريتشبل. ديستنيشن انريتشبل هي النوع الرئيسي. تحديدا النوع الفرعي البورت السيرفيس على فيرجن 6 بورت انريتشبل. اوكي البورت انريتشبل بعثت تفتح، ما فيش تفتح خط، بعث الداتا لسيرفيس عنده الطرف الاخر يو دي بي، وهي الخدمه مش موجوده، برد عليك باي سي ام بي مسج البورت الريجن. هاي بس لليو دي بي، يو دي بي لان تي سي بي عنده سيلف كونتيند، عنده هاي الامكانيه منه فيه بالفلاكس. الفروقات حكينا فيها كلها. اوكي في تي سي بي يو دي بي، البورت نمبر قلنا من 16 بيتس 2 بايتس، رينجه من 0 الى 65535، لكن مقسمين من 0 ل 24 الى 1000، من 0 ل 1023 هذول ويل نون بورتس، زي مثلا خدمات عامه زي تصفح المواقع HTTP 80، التلنت 21، التلنت 23، FTP 21، خدمة الكل نون سيرفيسز، أوكي خدمة الإيميل SMTP 25، كذا هاي ويل نون سيرفيسز. أوكي في ريجستر بورتس، هاي أشياء محجوزة في التطبيقات، أجي أحكي مثلا جوجل ولا ياهو ماسنجر مثلا 1800 مثلا، اوكي شو كمان من هاي التطبيقات ريجستر بورتس اللي رينجها من 1024 ل 49151. في شيء نسميه دايناميك بورتس رينجها من 49152 الى اخر رقم 65535، وهي بنشتغل او بنستخدمها بالنات او الب اللي مش النات، يعني البات للبات، نحكي عن البات لاحقا بالكورس. في شيء اسمه سوكت نمبر، سوكت السوكت عباره يا جماعه عن الاي بي والبورت نمبر، يعني مهند اي بي تو 10 10 10 100، قد يكون عنده سيرفيس او ابلكيشن شغال على بورت 1790. اوكي هاي ابلكيشن 1 اب 1، وعنده ايضا اب 2 اكيد نفس الاي بي صح. لكن بورت رقم 21، فكانه هيو هذا المدخل النتورك، هاي النتورك كارد، هاي الانترفيس
وفي ايضا فتحه جوا للابلكيشنز، فتحه وهميه، انترفيس وهمي بسميه سوكت. اوكي هذا برقمه 1790 وهذا رقمه 23. هون الابلكيشن 1 يرسل ويستقبل من خلال هاي الفتحه اللوجيكال اوبننج السوكت نام السوكت، والابلكيشن 2 يعمل من خلال هاي ايوه، واللي اصلا مرتبطين بهاي النتورك كارد. فالاي بي مع هذا كانه فتحه سوكت، اوكي كانه عندي وصله كهرباء فيها سوكت 1 وسوكت 2 نفس البربيش الكهرباء نفس سلك الكهرباء نفس سلك النتورك. هيك نتخيل انه نحكي باللوجيك منطقيه يعني الانالوجي بين الطرفين. هاي الكهرباء بتجيب تطلعنا تو سوكتس تو وصلتين كهرباء ابريزين كهرباء هيك ابريزين نتورك، بس هون في لوجيكال في تمييز بينهم من خلال ارقام. فضروري موضوع السوكت نمبر. اوكي احنا طب لما نكتب معلش سيرفيس مثلا HTTP ما نكتب السوكت نحط IP او مو في ديفولت قبل HTTP في ديفولت تكتب مثلا HTTP 10 10 10 100 ما بطلب بالسوكت هون 80 ما بقول بحكي له 80 لانه 80 ما بدهاش حكي. اما ان كان هذا الهوست مشغل هاي الخدمه على بورت نمبر غير عن الديفولت على 80 مثلا 80 90 تضطر تكتب البورت نمبر تقول اه يا 10 10 10 100 لو سمحت الخدمه على 80 90 اللي عندك اوكي من مغيرها. اما كونها الديفولت بالاتش تي تي بي ما في داعي تكتبها. هاي جزء من السكيورتي يا جماعه. انا مثلا شغل خدمه ويب لطلاب عندي هون اوكي، بس ما بدي يكون معروف للكل، خليه بالانترنت واصل الانترنت بس مش معروف لاي واحد. لو كتب مثلا ipmasters.net ما يدخل عليه، اما لو كتب ipmasters.net نقطتين 80 90 بفوتوا عليه مخفي يعني اوكي. بكون انا مبلغهم انه اكتبوا هيك البورت نمبر 80 90. مره سالت من دكتور هي سالتني سؤال لحد الان ما بعرف اجابته، انه اسرع يوم ما نسوي نسكر الصفحه ونرجع نفتحها في جوجل ولا نسوي لها ريفرش؟ لا ريفرش اسرع. ريفرش في اشياء ممكن يكونوا بتجيب اشياء دايناميك حسب البيج وحسب اللي يعني الكود للبيج، لكن في بعض اشياء استاتيك بتكون بينها استاتيك ما بيطلبها. اوكي فهمتني يعني نحكي مثلا صوره وجدول تيبل بهذا البيج. لا لا هو نفس الشيء نفترض يعني الصوره ثابت بينها ثابت التيبل دايناميك يتغير. فلما تعمل ريفرش بيطلب بس محتويات التيبل المتغير ما بيطلب محتويات الصوره. تعمل تفتح وسكر لا بيطلب كل المحتويات. عشان هيك هاي الاشياء الداتا تيبل لما تيبل اسرع منه يجي تيبل وصوره. 3 way handshaking establishing the connection بين الطرفين قبل سيرفيس ما تعمل. مثلا افترضنا انه هون الكلاينت A و B السيرفر وفي خدمة HTTP أو FTP بغض النظر شو الخدمة تعمل هو TCP. TCP بهون بيجي بيعمل بهي الاتصال بين الطرفين للخدمة عشان يفتح خط بين الطرفين من خلال 3 way handshaking. الثري way handshaking شو الغاية منها؟ أول شيء واحد نعرف الخدمة عند السيرفر موجودة أو لا. اثنين synchronize sequence number. synchronize sequence number يعني قصدك انه ايه sequence number لازم يتوافق مع بيه؟ لا 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 مش هيك الفكرة. انه كل واحد قد يبدأ من رقم ابتدائي للsequence number زي ما بده. ايه بده يبلش من 100 بي بده يبلش من 300 ما في شرط. طب كيف بدي اعرف انك بدك تبلش من 100 و 300؟ خلال اتفاق ب 3 way handshaking راح نتفق هذا الشيء. الانيشال سيكونس نمبر بسميه اي اس ان مهم جدا راح اجي لكم لهي النقطه. اوكي طيب يلا ايه بدك تفتح خط. خلينا نرجع للباكت واير شارك. اي واير شارك شوف الفلاكس نفتح الفلاكس. اوكي ففرضنا هاي هذا الخط فاتح وشغال الستريمينج بينهم اوكي تمام. فبده يبعث السيكونس نمبر مثلا هون حكينا A من B هي من A ل B 100
الانيشال هاي اسمه اي اس ان انيشال سيكونس نمبر. انا بدي ابلش من 100. طب ليش؟ طب معلش شو عرف انه هاي ارساليه رقم 100 ولا هاي اول شيء 100؟ انا مش عارف يا ايه. انا بي هيني انا الديستنيشن هيني بي يا ايه هذا ايه واي بي يا ايه انت ارسلت و100. طب وين 99 وين 98 وين ما قبل هيك؟ اخيك لا انت لو انتبهت على الفلاج يا بي معمول ساين هاي 1 هاي معموله 1 راح تعرف انه this is the first transmission مني لك. وانا بدي ابلش بالعد من 100 يعني ما في لا 9 ما في شيء قبل ال100 هذا اول رقم كونه هاي معموله 1. اذا اتفقنا هاي اول رساليه بدي افتح مع خط يا بي هاي وصل هاي طلعت من اي راحت لبي وهذا اول رقم عندي الرقم الابتدائي 100. وايضا انا طالب الخدمه اللي عندك او السوكت يعني سوكت نمبر او الابلكيشن او السيرفيس اللي عندك اللي رقمها خلينا نحط الرقم 80. قلنا ممكن بي يكون عنده 80 وممكن ما يكون. لو ما كان بيرد عليه بريست كي باي باي تطلع داتا من بي الى ايه معمول الفلاج الريست. هي الريست هاي الفلاج وين راحت؟ هاي الفلاج معمول 1 كيف سكر الخط باي باي لو كان مش موجوده. لو كانت موجوده بدي رد عليه ايش؟ بي واحد النقطه الاولى اكنولجمنت وايش والساين تمام. بي بدي رد على ايه؟ اكنولجمنت معمول 1 والساين معمول 1. وايضا الاكنولجمنت فيلد هون وين الاكنولجمنت وين راح الاكنولجمنت شو بدي احمل 101 يعني ارسل وصلني وصل 100 يلا ارسل لي رقم 101. الاكنولجمنت يا جماعه دائما بيكون نيكست نمبر اوكي شو وصلني رقم 20 منك كيف بدي احكي لك وصل 20 ابعث 21 اكنولجمنت بيكون قيمته 21 تمام. وسيرسل السيكونس نمبر تاعته الاي اس ان 300 هاي من بي لاي اوكي هاي اول رساله من اي لبي ثاني ارساليه من بي لاي هيك صار الخط نص مفتوح السيرفر موافق صح هسه اطلب هسه لا كمل اكد على طلبك يا كلاينت اكد لي اجابتي وصلتك واحد انه اجابتي وصلتك اكد لي انه الاجابه رقم 2 او الرساليه رقم 2 وصلتك يا كلاينت اوكي واكد انك ناوي اوكي عشان يصير استابليشنج للكونكشن. انا كسيرفر حاليا هيئت بسيرفر هيئت عندي بالرام حيز معين بالرام هيك اخذت مثلا 1 ميجا 2 ميجا حسب الابلكيشن ايوه حجزت هاي السيشن بتهيئ وبستناك مثلا مده معينه دقيقه 20 ثانيه مده معينه ما رديت بهذا الرد الثالث ما خلص بحرر هاي الرام بعتبر السيشن كلوزد اوكي. خلينا نشوف الارساليه الثالثه. الارساليه الثالثه خليها تتم وطلعت من الكلاينت الى السيرفر وباكد له انه 300 وصلت يعني 300 وصلت يعني ارسل 301 للسيرفر ورقم ارساليتي هي رقمها 101. ارساليتي هي رقمها 101 وباكد لك انه انا استلمت منك 300 يعني الاكنولجمنت نمبر 301 والفلاج المعمول ست بكون من الاكنولجمنت عشان ما تخربط بالفلاجات المعموله ست. اول شيء كان ساين ثم ساين اكنولج ساين والاك ثم الاك هم ثنتين هم اول واحده ساين واخر واحده ساين بالنص ثنتين اوكي. لا عفوا عكس السهم عكس السهم انا اوكي هيك هيك السهم هذا الكلاينت هاي الكلاينت هون السيرفر ها دان هيك تهية الاتصال و هيك بيتم الاتصال بين الطرفين هون بيصير استابلشت بنسميه استابلشت بيصير نقل بيانات مين بده يرسل انا حسب طبيعه الابلكيشن بيوز ايه بده يرسل لبي بيانات وبيرد عليه بدبروا حالهم بضل يرسلوا بيانات لما حدا بده ينهي
اللي بده ينهي بودي رسالية بحكي له معمول الفاينل، عفوا الفاينل معمولة 1 6، هذاك برد عليه بأكنولجمنت. جزء السيرفر بعده بيرسل داتا، بيرسل داتا ستيل عنده داتا بده يرسلها، مش شرط اثنين ينهوا مع بعض. ارسل بعدين حكى له اخر شيء عندي this is final، حكى له علم هيك انتهى الاتصال، وضعت السماعه سماعه التليفونات بين الطرفين خلص stateful. يعني يا جماعه لو في حدا فايروول هون، فايروول بيراقب بين A و B الحوار، ومثلا A انهى حكى انه انهى الاتصال، انهى الداتا، ثم A بحث داتا، بحث حب هيك شيء غير نورمال، فايروول ما بيرضى مره يقول انا، اذا فايروول بتبع للحوار وستيتفول اوكي بقول اوكي شو انت يا ايه انت خلصت الداتا اللي عندك بعدين تبعت داتا مش مقبولة، أنا ما بمرر لأنه ستيتفول حوار تي سي بي ستيتفول، في تقدم بالحوار. وين وصلنا؟ إنك سكرت، مش سكرت إيه سكرت خلص، سكرت منك ترسل داتا فما في داتا ترجع تحكي، هذا اسمه ستيتفول. ستيتلس مش موجودة باليو دي بي هاي الأشياء أوكي تمام. طيب بدي أرجع لمشاكل سيكوريتي، خلينا نحكي عن ثلاث مشاكل. الايس ايس ام، تعرف انه ممكن اعرف النظام التشغيل لو انا ارسلت له انا هون ثريت اكتر، انا هاكر اعتبروني اوكي، ارسلت هاي الساين مش لشيء عشان يرد علي السيرفر واشوف السيرفس واحد انها موجود رقم بورت رقم 80 موجود، واعرف الايس ان مثلا 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 انه 300 كونه 300 يعني ويندوز، انه مش شرط يعني ويندوز رقم ثاني، بس عرفت من الانيشال سيكونس نمبر انه نظام تشغيل ويندوز او لينكس او وات ايفر. اوكي اذا هذا ما بدي افتح خط معه، بس وديت رد علي عرفت السيكونس نمبر قلت اوكي عرفتك ويندوز او عرفتك لينكس او عرفتك كذا اندرويد وات ايفر. هاي الطريقه ممكن من خلال انيشال سيكونس نمبر، عشان هيك اذا كان عندي فايروول ممكن اشغل على فيتشر على الفايروول بسميها randomize the ISN يا فايروول، مش انت بتتبع الحوار بين A و B وعندك كذا، randomize the ISN لا تخلي نفس الرقم كل مرة، يعني المرة الجاية لو الكلاينت بعث طلب بعث طلب وشاف السيكونس نمبر بجوز هاي المرة يكون 705 ISN، فايكو هيك خبينا شو الاوبريتنج سيستم. هاي واحد اوكي. اثنين الفلاجز، هل ممكن يكون 1؟ لا. طب لو بعث لك اياهم كلهم 1 شو بتعمل؟ مستحيل. لا مو مستحيل بالوضع الطبيعي، بس انا بدي اخرب جماعه هي السكينه عشان قطع فيها كيك وما كيك، بس شو مستعملها مثلا تخريب قتل ومش قتل؟ طب مستحيل، لا وارد يعني هاي الاداه ممكن تستخدم التخريب. طب قبل فلاجز الوضع مش طبيعي يكونوا كلهم ونز، الوضع العادي ما يكونوش كلهم ونز، لكن قد يكون حد افتعل الفعل هذا وجعلهم ونز، عملهم كلهم ونز، وصلت كلهم ونز، شو بصير فيك؟ هاي اول ولا اخر صايم معمول هون؟ هاي انا اول رسالة، طب هي فاينل اخر واحدة برضو اكنولجمنت كنت باعث له باكد لي او مثلا باعث له صايم بهيك بهنق وموت. يعني اذا كان اوبريتنج سيستم ضعيف اي ممكن يهنق. هاي بنسميها كريسماس اتاك، حط ضوي كل اللمبات ون. في كمان هاي اوكي كمان شوفوا كيف الثغرات البروتوكول، زي كيف دائما بالسكيورتي يا جماعه جزء من الثغرات استغلال البروتوكول نفسه اوكي، جزء اخر او شكل اخر. ساين بعثت انا، بعثت انا ساين مسج ورد علي سيرفر اوكي، بعثت مسج ورد علي سيرفر حجزت 1 ميجا رام بالميموري، ما رديت الرسالة الثالثة، ما أرسلت هاي الرسالة، رديت أرسلت مرة أخرى ساين
واجاني اكنولجمنت، لكن سيشن ثاني يعني غيرت السورس بورت نمبر 10002 اجاني اكنولجمنت. بالنسبه للسيرفر تو سيشنز صاروا عنده، واحده بتنتظر تكتمل واحده يشغل عليها. برضو ما ارسلت الرساليه الثالثه، صار عنده محجوز بالميموري 2 ميجا لتو سيشنز. واحده ثالثه زي هيك، رابعه، خامسه، سادسه، 10، 100، 1000، 2000، 3000، 10000، وانه استهلكت الرام كامله تاعت الهوست بي، وهنق الهوست بي من خلال اتاك اسمه ساين فلود اتاك. هذا ونوع الاتاك اللي عملته بهاي الطريقه بالساين فلود اتاك، انا عملت اتاك اسمه تعطيل الخدمه، شو بنسميه؟ دوس اتاك، ها، دينايل اوف سيرفيس. دوس دي او اس. تمام، شوف كيف يعني البروتوكولات ممكن تستغل استغلال سيء. موضوع السلايدنج ويندو بننهي بس يعني تقريبا كمان شوي ناخذ بريك. السلايدنج ويندو كنا نحكي من شوي، انا بلش من 300 مثلا، انا بدي بلش من 100، فصيره الرساليه تبلش 100 وطالع، صح؟ طيب هي السيكونس نمبر يا جماعه، ما مش كل رساله رقم 1، رساله رقم 2، رساله رقم 3، لا، هي البايتات اللي ارسلتها. يعني تخيل انا ارسلت لك داتا يا وسيم 100، بدي بلش من 100، استابليشنج الخط، وصرنا وصلت انه يعني بلش مثلا من 98، اوكي، ثم 99، هاي رقم 100، هاي رقم 100 فيها داتا، اوكي، الداتا فعليا 100 بلش من عند الداتا، اوكي، يعني اي اس ام كان 98، بعد ما صار الخط تهيأ، هاي اول ارساليه بدي ارسلك اياها، او ارساليه فيها اول داتا، فرقمها 100، هاي السيك عليها سيكونس نمبر 100، الداتا فيها حجم مثلا نحكي 500، راحت عندك وصلت. ارسلك كمان واحده جديده، ما بحكي لك ارسالي رقم 101 او 102 او 101، لا، انا ارسلت لك 100، هي كانت ارسالي رقم 100 وارسلت لك جواتها 500 بايت، اذا صار وصلوك باعتبار 600 بايت. هاي الارساليه اللي وراها راح يكون رقمها 600 بعدد البايتات اللي صارت عندك، صارت المستلمه، اوكي، هاي ال 600 هاي الرساليه النكست ارساليه اللي وراها وفيها ورقمها 600، سيكونس نمبر 600 فيها مثلا نحكي 300 بايت، راحت عندك وصلت. اللي وراها رساليتي راح تحمل سيكونس نمبر 900، اوكي، وهكذا كل ما البيتات المرسله بيزيد الجامبنج بالسيكونس نمبر، مش بعدد المرات، بعدد البيتات المبعوثه التوتال بايتس، اوكي. لكن احنا بشرحنا بدنا دائما نبسط عشان بس 1 و 2 و 3 نعتبر انه بنفس البايت بايت، نعتبر، ها، بس اذا مش بايت مش عاد بك رقم واحد سيدي، اعتبره 1000 بايت من نطق الفات، اعتبره هيك، اوكي. طيب انا شو برسل مثلا، في شيء انه ويندو سايز، الويندو سايز يحدد البفر، قديش حجم البفر، اوكي، مثلا ويندو سايز نحكي مثلا 64 كيلو، يعني نحكي 65000 وشوية افراده، خليها 20000 بايت، خليها 20000 بس الرقم، او هون كونه فيش بايتات و20000 نعتبر وحدات، خليها 20 او 10، روحه يلا 10، تمام. الويندو سايز بحكي لك، الويندو سايز حجم الميموري مثلا اللي بيستقبل الحاز لهي الداتا والسيشن مثلا 64 كيلو، يعني 65500 وكذا بايت، اوكي، هذا الويندو سايز. لكن بدنا نبسط الفكره، نعتبره قيد الويندو سايز 10، اوكي. فانا ارسلت لك الرساليه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، قد يكون جزء من الرساليات اول شيء لم يعني ما وصلوك بالترتيب 1 2 3 4 وصلوك 1 2 6 9 8، او بتقول اوكي ما دامهم مرقمين انا بقدر ارجع ترتيبهم لو وصلوا اوت اوف اوردر من خلال وجود السيكونس نمبر، تمام. طيب النقطه الثانيه انه انا ارسلت لك رساله رقم 1، الويندو سايز 10، اوكي، شو يعني هاي الويندو؟ يعني احنا نتطلع حاليا لارسال مقدار 10 بايت، اوكي، الويندو سايز
هاي الويندو سايز ساوي 10. اول ارسالي رقم 1 ثم 2 فثلاث 4 5. وانه انت مش راح تعطينا كل وحده، هون الفكره، مش راح تعطينا كل وحده انها استقبلت، ممكن مجموعه من الارساليات اللي وصلتك تعمل لي عليها اكنولجمنت. بعث لك 1 2 3 4 5 6 بتحكي لي مثلا، او 1 2 3 نفترض خليها 1 2 بعث لك اكنولجمنت للاثنين، بعث لك 3 4 بعث لك اكنولجمنت 4 5 6 اكنولجمنت 6 اوكي. لكن خلينا نفترض اوكي ببعث لك كل خمسة ببعث لك اكنولجمنت 1 2 3 4 5 وصلك 1 2 5 تبعث لي اكنولجمنت 1 لبداية الويندو سايز او لا عفوا هو شو حكينا بعثت لك 1 2 3 4 5 فقد من عندك 3 و4 يعني وصلك 1 و2 و5 و3 ما وصلك شو بتبعث اكنولجمنت 3 واحد وصلك ما فكرت ما انا حكيت انه ما وصل لا وصلك 1 و2 3 ما وصلك تبعث اكنولجمنت 3 انا بعيد ارسال من عند 3 اوكي 3 4 5 وبكمل 6 بعثت لي مثلا 7 بكمل 7 8 اوكي 7 و8 8 ما وصلك اوكي نفتقد انه 8 ما وصلك تبعث لي اكنولجمنت 8 بعيد ارسال من 8 9 10 لنهايه الويندو تمام خلصنا هذول 10 خلصنا هذا الطقم المرسل بيعمل سلايدنج للويندو لوين للنكست 10 بايت مثلا اذا حالتنا 10 بايت للنكست 65000 بايت للنكست ويندو سايز مثلا كمان 10 بنبلش من 11 لل 20 اوكي بعثت لك 11 12 13 حاليا ما بتقدر تقول اكنولجمنت 8 ارسل 8 لانه نطاقنا يبدا بالويندو سايز حاليا من 11 ل 20 انا اتقبل منك بهاي الفتره اي شيء تحكي لي ما وصل ضمن هذا لهي الارقام غير هيك ما بتقبل بعث مثلا 11 12 13 14 و 14 ما وصل تقدر تحكي لي وبعث لك 16 17 18 لل 20 14 ما وصل تقدر تحكي لك اكنولجمنت 14 بصير اعيدك ارسال من عند 14 لنهايه الويندو بس مش راح ارجع لك من عند 2 و3 و4 السحسلت الزحلقت سلايدنج هاي الويندو بيناتهم في فاينل بين ال10 والطقم ال10 وال20 يعني الويندو هون صارت هاي الويندو الجديده صارت هون هون تبدا من 11 مثلا ل20 يكون في فاينل لا ما في فاين بعد الخط ما انتهى الاتصال فاين يعني بدي اغلق الخط من طرفي بدي اسكت انا ما سكتت بس كيف عرف انه قصدي انه من جهه من الجدول سريع جديد بس سيما بس بس بعت الاكنولج الثلاث بكمل هسه بكمل بعتات ثلاثه ولا برجع بعيد لا من عند ثلاث عند اللي ما وصلوا لنهاية الويندو يعني هسه ايه بكون بعته ثلاثه مره واحده ولا ببعتهم واحده لا بيرسل هو هي الفكره مش شرط ارسل واحد يجي اكنولجمنت ارسل اثنين يجي عليه اكنولجمنت مجموعه من الارساليات بيجي عليها اكنولجمنت هسه هو راح يبعث من واحد لعشره بعدين راح يجي اكنولجمنت 3 5 10 فهو لحاله بفهم انه ناقص 3 4 لما يبعث ببعث 3 4 ولا ببعث 3 لا اسال اوكي ببعث 1 2 3 4 5 6 7 8 10 اوكي وخلال الارساليات فقد ثلاث بي بيرسل لاي اكنولجمنت 3 برسل له من ثلاث للنهايه مع يعني انه مبعوث يعني. مع انه قد يكون مبعوث وقد يكون جزء من المبعوث من ثلاث وطالع قد يكون جزء موجود لكن فقط ثلاث مش موجوده فانا شو بعيد ارسال من عند ثلاث لحد نهايه الويندو وهيك ممكن يوصلك دبليكيتد ويكون مرسول وفشغل النتورك عشان هيك في شيء اسمه selective acknowledgement اذا هون بدك تتاكد انه الطرفين سبورت هاي الفيتشر اوكي تمام فاذا الطرفين سبورت هاي الفيتشر هاي ممتازه مش سبورتد عند الطرفين لا بنرجع للacknowledgement الطبيعي العادي هاي بالoptional fields ها بالreserved bits ساكه selective acknowledgement طيب
بعثنا نروح لسيناريو سيلكتيف اكنولجمنت، بعثت من 1 to 10 المهند حكى لي ما وصلته لا 3 ولا 4، بقيت فقط 3 و4، ما بعيد من 3 إلى 10، وحكى لي بدي 3 و4، 1 و2 وصلوا، 5 إلى 10 وصلوا، هو فقط بدي 3 و4، بعيد ارسال 3 و4. يس اذا كانت بتتاكد الطرفين بيدعموا هاي الفيتشر. وهي بتبين انها موجوده بخلال نيجوشيشن يا جماعه بين الطرفين، بالثري واي هاند شيكينج بتبين انه سبورتد او لا، سيلكتيف اكنولجمنت موجوده عند الطرفين او لا. بس هذا الحكي كان انه هذا لو مش فاهم وين المستخدم الفريق. مش انت بتستخدمه الاوبريتنج سيستم، عنده جزئيه التي سي بي. تي سي بي هي بس نفهم المعماريه يعني. بس نعمل كيف ميكانيزم. طب خلينا ناخذ بريك ونكمل، ناخذ بريك ونكمل. مهندس سادة، في موضوع الفلو كنترول والويندو سايز، كنا نحكي انه انا لما ابعث ارساليات بيجي علي اكنولجمنت، في عندنا نوعين من الاكنولجمنت بسميه اكسبكتيشنال اكنولجمنت، هي الاكنولجمنت العادي، في سيلكتيف اكنولجمنت اللي هي اذا كان هاي الفيتشر الادفانس اذا يكون سبورتد بين الطرفين. بالفلو كنترول عمليه النقل البيانات المتراسله بيعتمد على كثير امور، منها الافيلابل بفرز او البينج يعني الميموري عند الطرفين. انا قد اكون مثلا سيرفر راح يكون عليه ضغط كثير ولود عالي، فقد يكون اتاحه الميموري متغيره، مثلا قد يكون لهي السيشن متاح مثلا 10 كيلو بايت 20 كيلو بايت 1 ميجا بايت حسب المتاح، يعني متغير، ممكن يكون بهاي اللحظه عندي 20,000 سيشن فاتحين مع كسيرفر معي وعلي لود عالي، فبالتالي حجم الميموري الافيلابل بسيطه جدا، قلوا كثير عدد السيشنز المفتوحه، صار في مجال اكبر للبفرنج. فهون في الفلو كنترول بين الطرفين، عمليه يعني كم يعني الاكنولجمنت ومتى يصير الاكنولجمنت وكل متى ابعث اكنولجمنت، حسب ممكن يكون عدد ارسالات. انا بالبفر عندي استقبل مثلا 20 كيلو بايت موجود، اوكي لما يستقبلهم ببعث لك اكنولجمنت، ممكن يكون لا مش متاح عندي 20 كيلو بايت، بالميموري مثلا 5 كيلو بايت حاليا متاح، فلما يوصل لي صار عندي 5 كيلو بايت ووصلونا كاملين ببعث اكنولجمنت عليهم حسب شو متاح بالميموري. وهذا يرتبط المتاح الميموري يرتبط بفكره الاكنولجمنت، متى ابعث اكنولجمنت. تمام. طيب فهون مين بيحكمته؟ كيف انا بدي اعرف؟ يعني انا كارسلت شو بعرف كيف بدي اعرف انه شو متاع عندك؟ خلال ويندو سايز. مثلا افترضنا مثلا ويندو سايز، يعني الويندو سايز بيتم اول شيء خلال الاستابليشنج الكونكشن ثري واي هاند شيكينج، وبتظل متراسله اصلا الويندو سايز، بتظل يعني موجوده فيلد على الترانسميشنز خلال النقل بعد تي سي بي هيدر. كمان شغله ثانيه شيء الماكسيمم سيجمنت سايز، تعرفوا احنا مثلا بدي بعرف لك اكثر حجم باكيت 1500 بايت، اوكي صح؟ كباكت ال MTU الديفولت تساوي 1500 بايت، وهي هاي ال MTU عبارة عن باكت صح؟ شيل منها ريموف الهيدر، ريموف من الـ MTU ريموف 20 بايت، اللي هو الهيدر الـ IP هيدر، شو بيبقى؟ سيجمنت. سيجمنت حاليا بهيدرها with هيدر with layer 4 هيدر تساوي 1480 بايت. شيل تي سي بي هيدر ال 20 بايت، سيجمنت without هيدر
شو بيضل 20 بايت، شيل منها 20 بايت 1460 بايت. هاي بنسميها ماكسيمم، ماكسيمم سيجمنت سايز ام ام اس، ام اس اس مش ام اس. اذا يعني الماكسيمم سيجمنت سايز اكبر حجم للبيانات نفسها يمكن ارسالها بدون الهدرات. ايوه صافي، صافي داتا 1460 بايت كابلكيشن. في اضافات الابلكيشن والابلكيشن هاي الامور شيء ثاني، لكن بعض الابلكيشن لها هيدر ولها اضافاتها، لكن تعتبر جزء من الداتا. فاكبر ارساليه يعني كداتا تحتمل 1460 بايت. تمام. لما يكون عندي الويندو سايز مثلا 10000 والام ام اس 1460، خلال 3 way handshaking يتم establishing هاي المعلومات بين الطرفين. فهون أنا بتوقع منك متى يكون الاكنولجمنت، يكون الاكنولجمنت مثلا بعد 10000 بايت. فانا مثلا ارسلت لك ارساليه 1460 بايت وكمان ارساليه وارساليه، صار مستلم مثلا مثلا نحكي عن 4000 بايت او 4000، ومثلا لو قلت ارساليتين 1460 وضرب 2 يعني بحكي 1500 الا 80 يعني 2920. بنعرف احنا الاكنولجمنت لما بعث لك اكنولجمنت بعطيك النكست بايت، يعني وصلني 2920، فلما بعث لك الاكنولجمنت بعطيك 2921 تكون قيمه الاكنولجمنت. فهون انت بتصير الويندو سايز، هون الداتا اللي انت مركز عليها بدك ارساليتها مثلا بهي الداتا تبدا ب 1900 يعني مع ال 10000. حاليا صار انت اعطيتنا اكنولجمنت على 2920، فببلش انا ابعث من 1000 ومع 1921 هاي الداتا ل 12000 من 10000 الويندو سايز و921 قيمة الويندو سايز. هون من وين بدي أبلش أرسل؟ قيمة 10000 بايت قيمة الويندو سايز الداتا اللي احنا مهتمين فيها، بدايتها عند 2921 وتنتهي هاي الويندو عند 12921. فبكون برسل من السيجمنتس اللي جوا هاي الداتا. لما يجي اكنولجمنت، خلص الاكنولجمنت ببلش من هاي المرحله الى 10000 بايت زياده. طب ممكن يكون حاليا متاح اقل من 5000 بايت مش 10000، يتغير الويندو سايز بيصير عندك مش غير ممكن يكون متاح 10000 5000، بزيد 5000 بمقدار وين انا موصل الارساليات. وصلت عند 2921 وبدك ويندو سايز طالب يكون 5000، تبدا الداتا ب 2900 تنتهي عند 7921. الويندو سايز متغير يعني حكينا خلال شو افيلبل ميموري عند الطرف الطالب. طبعا الطرف قد يكون هنا 10000 الطرف الثاني 5000 ويندو سايز، يعني كاتفاق يعني بين الطرفين خلال 3 way handshaking واصلا خلال نقل البيانات بين بتبين الويندو سايز. الكوماندز المهمين بهمونا هون خلال شغلنا كسي ام دي على الويندوز، نعيد بعض الكوماندز. سي ام دي اي بي كونفيج بعطيك الاعدادات على النتورك كارد للجهاز، الاي بي ادرس سبنت ماسك جيت واي حسب كم نتورك كارد عندك. كونفيج على اول يعطيك الاعدادات بما فيها الفيزيكال ادرس، واذا انه ماخذ اي بي من دي اتش سي بي، مين السيرفر دي اتش سي بي اللي يعطيك الاي بي ادرس، دي ان اس سيرفرز، كم الليز تايم راح نحكي عن دي اتش سي بي لاحقا،
الليز، كم هذا الاي بي متاح لك، هذا الاعدادات اللي اخذتها من دي اس بي سيرفر، نت ستيت، نت ستيت يعطيك الكونكشنز الاوبن عندك على الجهاز، تي سي بي مثلا مع هذا هذا الجهاز اي بي تو كذا مع الطرف الاخر، اوكي، لكن فقط التي سي بي، بيعطيك بالاسماء، بيعطيك اياهم بالاسماء، ممكن احكي له يعطيني اياهم بالاي بيز نمبر، فبحط خيار الان داش ان نت سيت داش ان، يعطي نيم بدل النمبر، عفوا نمبر اي بي بدل النيم، وشوف هاي تي سي بي سيشن بين هذا الطرف وهذا الاي بي ادرس والبورت نمبر سورس بورت نمبر، هاي سوكت يعني سوكت من طرف السورس، هاي الطرف الريموت ديفايس او الريموت هوست اللي هي 4-4 مثلا الاي بي كذا والبورت نمبر، وهي استابليشد سيشن، سيشن استابليشد، اوكي. بس لاحظوا انه كله تي سي بي، لو بدي احكي له اليو دي بي كل شيء بضيف اول اي مع ان او بدون حسب، يعني كل السيشنز بما فيها اليو دي بي، شوف هون مثلا زي هيك 00 مش معطي لي اي بي تي 500، هو الليسننج يعني هذا الجهاز مش فاتح، يعني كونه الطرف الثاني ما في جهاز ما في اي بي، هذا جهازي الليسننج على هاي البورتس، فاتح بورتات على هاي البورت، ليسننج على هاي البورتس، هذا جزء من السايبر سيكيورتي انك تشوف شو عندك سيرفيسز شغاله عندك، جهازك عنده يو دي بي سيرفيسز مثلا او تي سي بي مثلا برضه تي سي بي على هاي البورت، لو حدا طلب منه خدمه مثلا على بورت رقم 135 بيجاوب، فانتبه لقد قد يكون مالوير اشياء زي هيك، اوكي. وهي ليسننج عليها، هي ليسننج يعني هي هون مثلا هي اشياء استابليشد. طيب اذا بدي الاونر من الابلكيشن او السيرفيس الشغال، حط الاو بالخيار بيعطيك الاونر للبروسيس اي دي من خلال تاسك مانجر ويبين معك البينج، تبنج على اي بي مثلا بالداخل او بالخارج، حط البينج والاي بي ادرس، وزي ما شفنا بيعطيك الريبلاي والراوند تريب تايم والتي تي ال الواصل اللي عندك بين الديستنيشن وهو اي بي تي، هذا العدد مقدار من الهوبس كان 128 وصل عندي 852، نقص شوف عدد النمبر اوف هوبس بالطريق. بينج فيه له اوبشنز مثلا الكونتينوس بينج، تعمل الاي بي ثم داش تي بيعطيك كونتينوس بينج، بضل مستمر البينج الى فور ايفر الى الابد. فانا مثلا قاعد بعمل شغله على الراوتر وفي عندي مشكله فرضا مش مجاوب، قاعد بكنفج بالراوتر بغير بشوف البينج جاوب او لا، بدل ما اضل اعيد اصدار البينج عدة مرات بخليه مستمر اشوف اشتغل اوكي هيك تمت. طب بدي انهي كنترول سي بتوقف البينج. في اذر اوبشن مع البينج، اعمل بينج ماينس او داش هيلب بيعطيك الاوبشنز، بينج داش هيلب بيعطيك انه ممكن ماخذ ماينس تي او ايه او ان، تحط الكاونت بدك مثلا ان بدي اياه مش 5 مرات او 4 مرات او 3 مرات، بتغير والله انا بدي اعمل بينج مثلا ماينس ان مرتين، خلص بعمل محاولتين بس مش 5. انا بهمني مثلا التي تي ال تغيره او تغير كمان السايز. البينج باي ديفولت بيروح ب 100 بايت، يعني بيو داتا جواته 100 بايت، تقدر تغير تحط داتا اكثر، مثلا تحط اللينث الداتا تكون لينث الداتا مثلا 1000 بايت. مثلا بشوف احيانا السمول باكيتس لانه 100 بايت بمروا سريعا عند راوتر يكون سيرياليزيشن، بشوف بالطريق في راوترات وفي لو سبيد بينهم بعضهم، فبدي اكبر الداتا اشوف كم البيرفورمانس، بتغير مثلا التايم او ما بتغير، هي اموره تمام تقريبا نفس وذن الرينج، يعني مسار 1000 بايت. في ناس يعملوا اتاك يزيدوا البايتات اكثر عشان يهنج السيستم الثاني. طيب هذا الان قلنا الان وعند تقدر تغير البارامترز التي تي ال وبعض الاشياء الاخرى اذر اوبشنز.
تريس راوت نفس الشيء، تريس راوت تتبع المسار اللي بتمشي فيه البيانات، حكينا فيه سابقا، يعطيك النمر وكل هوب بثلاث محاولات، يعطيك الراوند تيب تايم لكل محاوله. هذا الراوتر الاول بالطريق اللي 100.1، ثم راح يعطيك الثاني ال 2.2.100، وهكذا على كل هوب مين الراوتر اللي خلال الطريق لما توصل الديستنيشن. برضو تريس راوت لها اوبشنز بالهلب تبين معك، ممكن اذا مثلا ما جاوب فرضا الديستنيشن جاوب يعني ابعد من هيك جدا، فبيظل التريس راوت شغال الديفولت 30 هوب. اوكي يعني مثلا ما وصلنا ل 4 8، لو انا بدي بنق على اي بي مش معروف مثلا تريس راوت، بس راح يطول معي تريس راوت لاي بي مش موجود، مثلا نحكي 120 11 طبعا مثلا 6، بيظل تريس راوت شغال لحد ما توصل الهوب تي تي ال 30، هناك موقف يصير يعطيك نجوم، ومثلا نوت ريتشبل نجوم لانه يعني مش موجود. اوكي بدل ما يعطيك ريبلاي، ما بيعطيك ريبلاي بيعطيك ستار. انا اسوكه بنحكي عنها بعدين لما نحكي عن دي ان اس بالمره الجاي، بس الار داش اي حكينا عنه برضه بدنا نعيده، اللي هو بيطلع ايش بيطلع الار كاش من البي سي شكله مطول. هاي مثلا زي ستار اللي اعطاني اياها ما جاوب، بيجوز يبلش عدم الاجابه من هون، احيانا ما تنغروا، احيانا بيعطي هذا الهوب رقم 9 عند الهوب رقم 9 ما بيجاوب لانه فاير وول ما بيرضى يجاوب اي سي ام بي مسجز، يعني جزء 10 يجاوب الاقي في ريسبونس بس 9 ما يجاوب يعني اوكي، لانه مثلا هو فاير وول. وخليه يكمل وافتح، ايوه شفت هي يجاوب يعني 10 9 شكله هذا الهوب فاير وول ما رضى يجاوب على تي تي ال، ما بيبعث تي ال اللي وراه جاوب. وانوي انا بدي انهي، ممكن تستمر الستارز ورا هيك ستار ثم 10 ستارز و11 وراها ستارز 12 13، بفترض انه خلص نط ريتشبل من عند هاي الطرف، بيضل يكمل لما يوصل ل 30. الارب داش اي بيطلع الارب كاش على اللوكال ماشين الاي بي ومقابله الماك ادرس، تمام هيك؟ اي سؤال؟ انا سؤال بس بالهيدر تبعت ال يو دي بي في ايش اسمه لينك لينث يس لينث الداتا يعني بالضبط ايش بيعمل اللينث تبع التي سي بي وال الهيدر لينك واللينك اليو دي بي بالتي سي بي الهيدر لينث اللي هو حج طول الهيدر كم؟ الهيدر يعني كم بت هو الهيدر يكون كم بايت مثلا كم بايت. هو الديفولت 20 بايت، قلنا ممكن يكون في اوبشنز اضافيه اوكي يكون قد يكون مثلا 40 بايت ما في اقدر اوبشن الريسيفر يعرف انه هاي البايتات لساتها من ضمن الهيدر يس انه كم يس باليو دي بي عنده اللينث تاع الداتا كامله ليس الهيدر لينث اللينث للداتا لينث للسيجمنت يعني مثلا 200 بايت انا ما فيش اشياء لانه بس سورس ديستنيشن تشيك سم يس شو ممكن يتعدل على الهيدر تبعه ولا ممكن ممكن يعني في اتاك يصير انه يغير مثلا بحجم الداتا او غير السورس بورت ديستنيشن بورت وتشيك او غير التشيك سم السورس بورت 100 ديستنيشن بورت 80 لليو دي بي التشيك سم بيحكي غير هيك بس ال 180 والده هذول المفروض انهم يعملوا لهم تشيك سم يعني انه سليمين او لا تغير او لا ممكن حدا ياخذ اليو دي بي غير تشيك سم يخرب الخدمه يعني. لانه اللي بيستلم الداتا بيجي شيك على تشيك سم بيقول اوكي تشيك سم لا يتوافق مع معلومات الهيدر مع المعلومات فاذا ديسكارد الداتا
اذا في اسئله ثانيه. لا طيب اوكي خلصنا اليوم ان شاء الله نشوف المحاضره الجاي بموضوع جديد بالسيرفيسز. راح نحكي المره الجايه عن الاف تي بي والاتش تي تي بي والتي سي بي مش التي سي بي الابلكيشنز اللي شغال على التي سي بي او يو دي بي ونميزهم ونشوف تفاصيلهم وكثير مهمه هاي خصوصا الاتش تي تي بي خصوصا يعني وايضا الدي ان اس مهم جدا نكون فاهمين. المره الجايه ان شاء الله نحكي بهاي المواضيع. نشوفكم المره الجايه ويعطيكم العافيه.